لا هو مفيش شك ان الوسط الرياضي بيعيش فوضى، يعني احنا بنعيش فوضى كرويه بكل المقاييس. والفتره اللي احنا بنعيشها النهارده انا في تصوري اسوأ فتره بتعيشها الكره المصريه. مين المسؤول؟ من كلنا كله، اعلام مسؤول، رؤساء انديه مسؤوله، جماهير مسؤوله، بعد كده لو اتكلمنا عن الصحافه الاعلاميه او الصحافه الرياضيه سواء كان المرئيه او المسموعه، كل دي البلد مسؤول، وزير مسؤول، ده على قمتهم. يعني تعرف مع احترامي الشديد طبعا للصفه كوزير للرياضه، شباب الرياضه، انت عارف الامريكان عندهم تعبير جميل قوي قوي، لما يبقى في شخصيه ما بتحلش ولا بتربط وصديق الجميع وصاحب الجميع ومش عايز ايه مشاكل ومش عايز يتعرض لاي اي نوع من انواع الضغط، يعني بيسموه جودي جودي، مستر جودي جودي. انا بعتبر وزير الشباب والرياضه الحالي مستر جودي جودي جودي. لا ليه؟ لان في مشاكل كتير جدا في الوسط الرياضي، مفيش شك البلد فيها مشاكل اكبر بكتير جدا من اللي احنا عايشينه النهارده رياضيا يعني. لكن على الاقل ده البيت بتاعك، مظبوط، على الاقل ده الناحيه التنظيميه الاداريه اللي كل واحد يبقى ليه يعني تحديد اختصاصات ويبقى ليه حد وخطوط على الاقل لازم الكل يمشي من خلال